السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا عايزين سلم، عندنا طريقتين، ستير باي كومبوننت، ودي سهلة جدا، ان انت بتقول له انا عايز ارسم السلم بالشكل ده مثلا من هنا لهنا، هو بيبدأ يرسم العناصر كلها بالشكل دوت. طيب في بقى لو انا عايز ارسم حاجة بنفسي سكتش كده، باجي هنا واقول له ستير باي سكتش، وببدأ ارسم الران بتاعي، وببدأ ارسم باوندري، وببدأ ارسم الرايزر بتاعي. طيب في الاول خالص لازم ابدا انا اعمل سكتش لنفسي. انا بفكر كده ممكن نرسم كده حاجه بديت اللاين على سبيل المثال، تقول له مثلا انا عايز اخلي السلم بتاعي بالشكل دوت، تمام، اهو من هنا لهنا مثلا، واخد الزاويه دي. طبعا ده ممكن تعمله بدوت، بس اقدر انت عايز تخلي في بعض التعديلات، في حاجات كده انت في دماغك عايز تعملها، تمام. طيب ممكن تقول له انا عايز اوفسيت مثلا متر مثلا، تمام. طيب ابدا، عايز ابدا ارسم لاين، عايز اللاين ده يبدا يتعمل له اري، اقول له مثلا اري، واقول له الخط دوت ان نقطة المركز تحتي فين، هنا ده اري، تمام. نقطة المركز تحتي اس سي، نقطة المركز هنا، واقول له انا عايز اول نقطة واخر نقطة، دي اول نقطة عندي، تمام، ودي اخر نقطة عندي، وعددهم انا عايز عدد درجات مثلا 20، هو هيبدأ يعملهم لي بالشكل ده. طيب بعد كده هروح للاركتكتشر واقول له ستير، واقول له ستير باي سكتش، ده الرام بتاعي، تمام، الباوندري اهوت. طيب والرايزر بتاعي هبدأ أقول له خد لي الخطوط ديت، خلي بالك هو بيبدأ يعد لي الدرجات بالشكل دوت. تمام أهمت، تعال نشوف في ال 3D أو ظهر معايا هو بالشكل دوت في ال 3D. تقدر تعمل سيلكت وتدخل في الايديت تايب وتعدل الخصائص بتاعتك.